فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المعتدة من وفاة إذا كانت حاملاً فوضعت حملها بعد وفاة زوجها بليالي قليلة، هل يلزمها الإحداد؟ ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. الإحداد تابع للعدة، تابع للعدة، إذا انتهت العدة انتهى الإحداد، وعدة الحامل بوضع الحمل ولو بعد الوفاة في دقيقة أو ساعة تخرج من العدة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. ولو تأخر الوضع إلى سنين تبقى في العدة، ما تخرج من العدة حتى تضع الحمل ولو بعد 4 سنين. والإحداد تابع للعدة. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.